فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الله أكبر. جميل الله جميل 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 الله أكبر. أهلا بكم من جديد، هذه الحلقة 16 في سلسلة دولة التلاوة في مصر. لما فكرنا في هذه السلسلة كان نوع من التأكيد على قوة هذا البلد اللي ليه بصمة في كل شيء، ومن بصماته بصمته في دولة التلاوة. لدينا ما لا يملكه غيرنا، لدينا مدرسة في تلاوة القرآن، وكل يوم بنلاقي نجومها وبنلاقي حراسها. الحقيقة أنه خلال الفترة اللي فاتت، يمكن احنا اتأخرنا على حضراتكم شوية في الحلقات، بقالنا شوية ما عملناش حلقات دولة التلاوة، لكن خلال الفترة اللي فاتت ولما كنت بتكلم مع أكتر من حد من أقطاب هذه الدولة، كان اسم القارئ الشيخ رأفت حسين بيجي في جمل مفيدة دايما، ولما كنا بندور فلقينا قراءاته اللي يمكن بدأنا بيها هذه القراءة على اليوتيوب تقريبا حتى هذه اللحظة شافها 5,300,000. أهلا بيك يا مولانا. أهلا بيك. منورني. الله يكرمك يا دكتور. أهلا بيك. اسكندرية عاملة إيه؟ الحمد لله. أنت اسكندراني؟ طبعا. اسكندراني وخريج هندسه. نعم. مش كده؟ نعم. طيب الطريقين بقى تلاقوا ازاي؟ يعني حضرتك مواليد الاول 65. 65 سنه 65. مظبوط. بدات الرحله مع القران ازاي؟ انا اصلا يعني اسرتي اسره قرانيه. فعمي في الجيزه كان قارئ قران. قارئ في الجيزه. وخالي الشيخ حسين عبد الصمد كان قارئ. وزوج بنت خالتي كان قارئا. أسرة قراء يعني. فالحمد لله تربينا يعني منذ الصغر في بيت قرآني. الحمد لله. فبدأت رحلتي في القرآن الكريم منذ الصغر على إيد الشيخ يسمى الشيخ أنور، كان بجواري في السكن. أيام بما كانت. أنت كنت فين في اسكندرية بقى؟ إحنا في منطقة تسمى غبريال. 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 بعد باكوس كده بشويه. فكان بجواري في السكن قارئا يسمى الشيخ انور. يعني حفظت في بداياتي على ايده يعني. ايام الفلكه. كان امتى بقى سنك؟ ايام الفلكه. في سن رابعه ابتدائي. ايام الفلكه شكلك فاكرها جامد. ايام الفلكه. لاني ذقت منها يعني كثير. شكل الفلكه سايبه اثر يعني. ذقت منها كثير يعني. بس الحمد لله جابت نتيجه. الحمد لله. ثم بعد ذلك انتقلت يعني تعلمت على ايد خالي الشيخ حسين عبد الصمد، كان معنا في البيت. ثم بعد ذلك حفظت على يده البقره وآل عمران. بعد ذلك يعني استمريت مع الشيخ الذي حفظت على يديه القرآن الكريم كاملا، الشيخ علي سعد رحال. الشيخ علي رحال. علي رحال. ده بقى اللي انت انهيت معاه رحله الحفظ. أنهيت معاه المستوى الأول اللي أنا حفظته، اللي هو القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. على إيد الشيخ علي رحال. كان أنت بس أنت ختمت متأخر شوية. أنا ختمت لأن أعتبر أنا بدأت متأخر يعني في الحفظ يعني.
تقريبا في تانية اعدادي. في تانية اعدادي وانتهيت في وانت في ثانية ثانوي. ثانية ثانوي نعم. ده يمكن لانك ما اتجهتش دراسة الازهرية، انت ما دخلتش الازهر. لا لا لا. طب ليه ما فكرتش مولانا في انه يعني حفظه والقرآن وما دخلتش طريق الازهر؟ لا انا ما يعني كان طريقي اللي هو التعليم العادي. ليس التعليم العام. تعليم لا العام. وانت ما شاء الله متفوق، دخلت كليه هندسه و الحمد لله. انت تخصصك ايه في الهندسه؟ ميكانيكا باور. ميكانيكا باور. باور ما شاء الله. ما شاء الله. طيب لما حفظت بقى ثانيه ثانوي وكملت في تعليمك العام. نعم. جات الفكره بقى احتراف القراءه امتى؟ والله هو كان منذ صغر كان في موهبه يعني موجوده، الموهبه كانت موجوده عندي. طبعا كلنا بدانا بتقليد الاصوات، كان ايامها بقى كان الشيخ فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوي اللي هو نقيب القراء حاليا قلدنا. كنا نجلس يوم الجمعة حوالين الراديو ونسمع، كان من تسجيلاتنا الخارجية كان يوم الجمعة مخصص لفضيلة الشيخ الطبلاوي. الشيخ الطبلاوي. فبدأت بالتقليد الشيخ الطبلاوي، بعد ذلك بدأت بتقليد الشيخ فضيلة الشيخ شعبان الصياد الله يرحمه. استمر معي يعني مده فتره. فبدات في مرحله التقليد دي بدات اكيد. كل واحد الاول كله بيبدا كده. لازم يعني ما فيش الاصوات اللي هي الراعيل الاول. جيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، جيل الشيخ مصطفى اسماعيل، الشيخ محمود علي البنا، الشيخ محمود الحصري. الميزه عندهم كان كل واحد له طريق وله بصمه. ليه ما كانش فيه دلوقتي زي متاح دلوقتي اليوتيوب او التسجيلات او كده، فعشان ما كانش في حد بيسمع التاني. كان كل واحد بيقرا بالسليقه بالطبيعه السليقه بتاعته. فكل واحد ليه شخصيته. كل واحد ليه شخصيته في الاداء. الناس سامع بعض مأثر في التداخل يعني؟ ايه يعني الناس دلوقتي بتسمع بعض؟ اكيد. اكيد دلوقتي حضرتك بتفتح المذياع او بتفتح اليوتيوب بتلاقي كل الاصوات كلها متشابهه. ما فيش يعني زمان كل واحد كان ليه بصمته لانه ما كانوش بيسمعوا بعض. كانوا بيلتقوا مع بعض في المناسبات. فكل واحد بيغني بطريقته وفطرته وفضاله، كل واحد بيقول بطريقته بس بالسليقه بتاعته بطبيعته. انما دلوقتي طبعا انتشرت بعد فتره التسجيلات انتشر بقى اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي. فده بيسمع ده وده بيسمع ده فبيحاول يقلد او يتاثر بشكل غير مباشر. اكيد طبعا. طب بعد مرحله التقليد بقى؟ والله برضه يعني في يوم من الايام استمعت لفضيله الشيخ الشحات انور. يعني ده ماله ده؟ عملاق تلاوه حقيقه يعني. فتاثرت بيه تاثر شديد. يعني الاداء بتاعه كان مبهر بالنسبه لي. تلاقي الجواب ما شاء الله جاي مستريح، جواب الجواب مستريح، القرار بيجي معاه يعني بصوره ما فيش اي فيها دروب في الصوت. القرار بتاعه ما شاء الله سليم، وبياتي من جواب الجواب للجواب للقرار تلاقي ما فيش دروب خالص. يعني تاثرت بيه تاثر شديد جدا. لكن عشان احاول اقلد فضيله الشيخ شحات عليه رحمه الله صعب جدا. لان طبعا انت قدرات خاصه. انت بتصدر عليا عشان ما اقولكش يعني قلده. لا 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 والله لا لا والله لا. طيب لا انا هسمعك انت. الشيخ شحات طبعا كان قدرات خاصه. ولذلك انا ما بشجعش التقليد. طب مين من ولاده بيجيبوا اكتر، محمود ولا انو؟ الشيخ محمود طبعا يعني. محمود بيجيب الشيخ شحات اكتر. هو في شربه يعني هو الشيخ انور يعني يمتاز بقوه الصوت. محمود الشيخ محمود بيمتاز بان هو بيجيب والده بس يعني مش درجه الصوت اللي هي مش درجه صوت والده. لا يمكن. لا يمكن. طب اول مره قريت بقى يعني اللي هو بالاحتراف احنا بنقوله ايه، ان انت بدات تاخد اجر على القراءه. نعم. اول مره كان في الصف الثاني الاعدادي. في ثاني اعدادي خدت فلوس؟ اول ليله. خدت فلوس؟ اخدت يعني كان اجر رمزي ساعتها كان. اخدت قد ايه؟ ست جنيهات. ستة جنيه؟ كنت في تاني اعدادي؟ في تاني اعدادي. طيب انت فاكر وقائع بس انت المكان انت 65 تاني اعدادي يعني كنا في السبعينات. في ستة جنيه حلوين؟ اواخر السبعينات. اواخر السبعينات كانوا حلوين برضه. طبعا طبعا اكيد طبعا اكيد اكيد. كان بجوار مسجد الاسراء عندنا يعني بجوار في اسكندريه. طب ودي ظروفها جت ازاي مولانا؟
يعني والله برضو يعني خالي الله يرحمه يعني كان بيشجعني على التلاوة. أخو الشيخ حسين عبد الصمد كان اسمه محمد عبد الصمد خالي ثاني. هو صاحب الفضل عليا في هو اللي دفع بي وكان بيستأذن من القراء الكبار يعني اللي هم كانوا بيقرأوا في الإسكندرية وقت ذلك وبيقول لهم احنا عندنا شاب صغير ممكن نستأذنكم ان هو يعني ايه يعني يتلو بعض من الايات. فبدات يعني من هذا الاتجاه يعني انتشر. قريت ايه يومها فاكر ولا لا؟ ده فتره بعيده. فتره بعيده طبعا. مش فاكر. طيب خلينا يعني انت عارف احنا بندردش وبعدين برضو نستأنس بصوتك بسمع صوتك. بس خلينا اقول لك ايه الايات اللي بتخطر على بال لما حد يطلب القراءه او انت الايات اللي بتقتحم خاطرك على طول تقراها يعني احب الايات ليك؟ والله ما فيش ايات معينه. ما فيش ايات معينه حضرتك يعني. بس انت يعني وانت حضرتك في الليله بتبقى مطلوب ان انت تقرا ناس حاجه بتقرا حاجه الناس فهمها. الناس فهمها يعني يعني انت بتقرا مثلا بتقول فحملته فانتبذ به مكانا قصيا. يبقى اللي قاعد عارف اللي انت هتقول بعدها. فاجاءها المخاض الى جذع النخل. يعني مواضع مثلا عارف اللي انت بتقول ايه في المواضع المشهوره في القران. المواضع المشهوره اللي هي بيطلبوا دايما القصص يعني. القصص القراني سوره طه. انت المقطع ده كان اخر الحشر مش كده؟ المقطع ده كان اخر سوره قاف والحشر. اول القاف انت ختمت وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم ودخلت على الحشر. والحشر كان في مدينه لاهور في باكستان. طيب انت هتقرا لنا ايه؟ بلاش انا يعني حضرتك يعني تبدا بايه؟ ما انا لو انت عارف عشان انا اسير سوره قاف. اسير. نعم سوره قاف الحقيقه. خلاص طيب نقرا ان شاء الله قاف. قاف ماشي اخر قاف يعني ماشي خلاص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب. يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. إنا نحن
يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. بارك الله يفتح عليك. بارك الله فيك. لما رحت بقى بادئين من تاني اعدادي اهو وبدأت رحلة الاحتراف. نعم. كنت شايف الإذاعة بعيدة عنك؟ يعني حلمت وقتها بالإذاعة انك تبقى معتمد في الإذاعة. اكيد طبعا كل قارئ ده بيحلم انه الرحلة بقى للإذاعة كانت ازاي؟ استعدادك دراستك؟ رحلة للإذاعة طبعا بدأت متأخرة وكانت في سنة 2010 2010 تقدمت لل كنت تقدمت قبل كده مولانا ولا دي كانت اول مره؟ اول مره فحددوا معايا ميعاد الاختبارات الصوتيه اختبارات الصوت الاول نعم. فاول مره اخذت مهله لمده 6 شهور يعني ما اجتزتش في اول مره؟ لا كان كان مين اللجنه بقى؟ اللجنه كانت الاستاذ ابراهيم مجاهد كان رئيس شبكة الإذاعة القرآن الكريم وعضوية الشيخ أبو العين الشعيشة الله عليه رحمة الله ودكتور أحمد عيسى المعصراوي وفضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عليه رحمة الله وفضيلة الشيخ محمود طنطاوي ومين من بتوع الموسيقى بقى؟ كان اعتقد لجنة الصوت بيبقى فيها حد من الموسيقى اكيد كان اعتقد دكتور قدري برضه اللي هو موجود دلوقتي دكتور قدري سرور لكن مفيش حد من نجوم التلحين والحاجات دي؟ لا مش لا لا وكان الاستاذ محمد عبد العظيم عن التلفزيون فاخد 6 شهور وبعدين رجع 6 شهور للاجهاد الواضح في الصوت فبعد 3 شهور انت رايح لهم يا مولانا مجهد؟ لا والله ما لا مش حكايه اجهاد انت طبعا حضرتك طالع رايح الامتحان برضه في تاثير في رهبه ومش عارف هتقول ايه مش عارف يعني هل هتوفق ام لا يعني فبعد 3 شهور اتت اللجنه الى الاسكندريه عندنا في تلفزيون القناه ما عادش 6 شهور بقى لا ما عادش بعد 3 شهور كويس وكان يوم الجمعه فلقيت تليفون جاي لي بعد صلاه الجمعه من الاستاذ سيد صالح يعني تعالى الاختبار قلت له انا واخد تاجيل ست شهور قال لي لا بس تعالى ربك كرم تعالى فرحت يعني ذهبت لمبنى الاذاعه اسكندريه كان يعني بجوار منزلي فالحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقني في الامتحان الحمد لله يعني بصوره يعني غير متوقعه الحمد لله فعديت الصوت بعد ذلك بحوالي 2 3 أسبوع تقدمت للاختبار القران والتجويد
اللي هو في الاحكام بقى، اللي هو في الاحكام كان ذلك في المبنى الاذاعه والتلفزيون في القاهره، في هنا في القاهره. وتمت بقى الاجتياز ده، يعني خدت انك قارئ في بنتكلم بقى 2011 ولا حاجه مش كده؟ في اخر 2010 اخر 2010 2010 فبقيت معتمد لا، في الاذاعه. الاعتماد ده لا ياتي الا بعد مراحل. يعني حضرتك بالاول بتمتحن صوت، وبعدين قرآن وتجويد، وبعدين بتسجل نصف ساعة للعرض على اللجنة، لأن اللجنة لما جت سمعت الأول سمعتك في ست دقائق أو سبع دقائق فترة وجيزة، فلازم تقرأ نصف ساعة للعرض على اللجنة عشان تشوف الانتقال النغمي عندك إيه، القرآن سليم ولا لأ، المدود كلها متساوية ولا لأ، الغنى كلها متساوية ولا لأ. فإذا اجتزت تبدأ تسجل خمسة أرباع كل ربع ربع ساعة. كل ربع ربع ساعة. ربع ساعة. لما تسجل أربعة، لو سجلت أربعة واكتستهم يبقى أنت كده قارئ معتمد في الإذاعة. في الإذاعة. تبدأ بعد كده الربع الخامس ده لتسجيل الأمسيات. عشان تطلع بقى هوا وقرآن فجر وقرآن جمعة، تسجل ثلاث أرباع في نصف ساعة. فطبعا مش أي واحد بينجح. لا مش صوت القرآن يبقى كده اعتمد. طب انا اسال حضرتك على حاجه. يعني بمناسبه بقى اختبار الاذاعه والاحكام وكده، احيانا وانت موجود مع جمهور في الليالي، يعني حماس الجمهور بيخليك تلحن مثلا؟ لا، يعني ما اقصدش تعمد، يعني في بعض القراء بيتعمدوا، يعني انا بشوفهم تحس ان هو ايه بيمرجح الجمهور، فيلاقيه مثلا جاي معاه فيقعد بقى هو حماس الجمهور ده بتظبط نفسك تجاهه ازاي؟ لا المفروض انا بحافظ على التجويد، اعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها. اعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها. يبقى المرقق مرقق، والمفخم مفخم، ومدة الغنة حركتان. المد المنفصل لا له زمن صوتي. المد المتصل له زمن صوتي. تبقى مركز في ده مولانا. يعني ما بت ما أكيد. ما بي اكيد المفروض يعني حماس الجمهور لا يخرجني عن آداب تلاوة القرآن الكريم واحكامه. هذا المفروض في القارئ. اكتر مكان قريت فيه وحبيته ايه؟ والله انا الحمد لله في القارئ في مصر الاول، يعني انا جبت مصر. يعني تقريبا كل مدن مصر كلها. كلها يعني ما عدا محافظتان هي بورسعيد والاقصر. بورسعيد والاقصر بس. اما ما عدا ما جاش، يعني ما جاش نصيب فيه، ما جاش. لكن كل محافظات مصر الحمد لله. وبدات طبعا بمحافظه البحيره لانها كانت بجوار. طب لو سالتك على اكتر شعب محافظه انت يعني حسيت بالتفاعل معاه؟ طبعا محافظه الدقهليه. يعني ما شاء الله عليهم، يعني عاصم بتوع الدهليه دول تربيه قراء. امال ايه؟ هم تربيه قراء، يعني أكيد. يعني هم ربوا قراء اكيد، والقراء ربوه. طلع يعني تربيه قراء منهم شيخ يعني حمدي الزامل عليه رحمه الله، فضيله الشيخ محمد احمد شبيب، فضيله الشيخ شحات انور، يعني كل دول من الدهليه. فدول اكتر شعب يعني. وكان بجوار الدهليه شيخ سعيد عبد الصمد الزناتي عليه رحمه الله، يعني كفر شغل يعني بجوار ميت غمر. فطبعا يعني تربوا بقى على 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 السماع. واكتر ناس في الدقهليه طبعا يعني بعشقهم وبحبهم هم يعني مدينه شربين. شربين شربين دول جيراننا. طبعا جنبنا، جنب دمياط على طول. جنبنا جنب الزرق على طول. طبعا سميعه درجه اولى. كتير يقولوا على اهل شربين أكيد سميعه. اكيد اكيد اكيد. وحتى الناس اللي هي بتيجي وتسمع وتنتقد بتنتقد بادب واحترام. لان النقد متاح، عاوز تنقد انقد، بس المفروض يكون في النقد ادب. نقد بناء وليس نقد هدام. انما طب هسال حضرتك على حاجه. على خدمتك انت بقى للقرآن. نعم. يعني انت عندك ورد يومي؟ اكيد. ورد يومي خمسة اجزاء. خمس اجزاء. بتقراهم كل يوم. كل يوم. طيب اسألك سؤال، في كتير من مقرئين بيتحرجوا. طبعا لو انا عندي ليلة، عشان بس ما اكونش يعني اكون صادق معاك. انا عندي ليلة ما بقرأش الورد.
ما بتقراش الورد لان عشان اطلع مثلا انا من الليله بطلع مثلا الساعه 11 صباحا ارجع من الليله الساعه مثلا 1 مساء او 1 صباح اليوم فما التالي. بيتاحش ليك قرايه الورد يوم ما اقدرش طبعا اقول لك ان انا يعني ان انا براجع ورد انما في اليوم التالي لو ما عنديش في شغل يبقى شغل الشاغل هو مراجعه الورد لازم لازم تراجع طيب ولو الغزالة يعني تمام يعني معايا تمام ممكن انا اختم في 4 ايام في 4 ايام يعني ممكن اخد من اول البقرة الى اخر آل عمران يبقى كده 7 أجزاء ونص وممكن من اول الاعراف حتى اما السفينة يبقى كده نصف القرآن ومن اما السفينة ومن اما السفينة الى فنبذناه اما السفينة فلمساكين في البحر هو قيل ان هي دي اول ال 15 او اللي قبلها قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا حضرتك واخد بقى من اما سفينه الى فنبذناه بالعراء وهو سقيم في الصفات في اليوم الثالث ومن اول فنبذناه لغايه اخر المصحف في اليوم الرابع طيب لما تكون يعني الفطره يعني متاحه ليا ان انا ايه انت قلت لما الغزاله تبقى لما الغزاله رايقة. تكون رايقه يعني. طب هسالك على حاجه بعض القراء بيتحرجوا منها وبعضهم بيتكلموا معانا فيها ببساطه وهو علاقتهم بالموسيقى انت درست موسيقى بشكل احترافي لا ولا ربيت ودنك ازاي لا انا طبعا انا كنت بتابع برنامج الاستاذة هالة الحديدي الحان زمان الحان زمان كنت بتابعها في برنامج العام وكنت بتابع طبعا مؤخرا الاستاذ عمار الشريعي في غواص في بحر النغ برنامج ممتاز للمقبل على ان هو عاوز يتعلم التعلم النغمي الصحيح لو ما اتاحش ليه ان هو يتعلم في احدى دور الموسيقى او كده ودلوقتي اذاعه القران الكريم عملت برضو برنامج لتعليم القراء والمبتهلين اصول الموسيقى حتى تؤهلهم الاذاعه موجود الاعلام بيجي حتى في اذاعه القران الكريم ان هو عاملين برنامج لتاهيل القراء والمبتهلين بيدرس فيه مقامات وبيتكلموا فيها المقامات اكيد بس كنت بتعتبر ان عمار ده اكاديميه لوحده اكيد حاجه يعني متعه يعني زائد سماعي بقى مثلا الشيخ محمد عمران الشيخ محمد عمران انت متيم بالشيخ عمران استاذ لما تسمعه مثلا في فرح الزمان تسمعه مثلا في اعلل قلبي حاجه يعني حاجه كان شغال طبعا معاه الموسيقى برضه الاداء حاجه رهيبه وبيجيب كل الانغام فانت اتعلمت من الاخرين يعني من تعلمت من الاخرين زمان اغاني وتوسط ام كلثوم اكيد طبعا ما فيش حد طبعا من القراء اكيد ما بيحبش بتسمعها بعيد عن التعلم بسمعها يعني ممكن في الطرق يعني وانا بالصدفه كده بس انا عندي المكتبه بتاعتها كامله معي يعني مكتبه يعني كل اغاني ام كلثوم موجوده معي موجود موجود عندي موجود طيب اختار انا ولا تختار انت اتفضل القراءة اتفضل يعني انا اخترت المرة الاولانية طيب انت اختار المرة التانية طيب ماشي اتفضل ماشي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله العظيم. الله يفتح عليك. بارك الله فيك. الله يفتح عليك. انا هستأذنك هنطلع فاصل قصير. اتفضل. ونرجع، بس قبل الفاصل عايز اقول لكم يعني انه احنا دائما لا نعدم اهل الخير. تواصل معايا الاستاذ وحيد حامد ويعني بعت لي قال لي انه الاستاذ شريف محمود المحامي قرر شراء الكرسي المجهز لبنتنا ندى عباس اللي عرضنا حالتها انه عندها ضمور في العضلات وشال الرباعي، فتعهد يعني بشراء الكرسي وهنتواصل معاه ان شاء الله بعد البرنامج. وبرده في نفس الوقت في فاعلة خير يعني قالت مش عايزه تقول اسمها ابدت استعدادها ان هي تشتري هذا الكرسي، برده احنا هنتواصل معاهم الاثنين لانه قد تكون هي محتاجه حاجات اكتر من الكرسي. انا بشكرهم جدا، ويمكن حتى انتوا شفتوا حال الاسره ووضعهم ووضع البيت. فاحنا عندنا بشكر طبعا الاستاذ وحيد على تواصله، الاستاذ شريف محمود المحامي، وسيده الخير اللي اتكلمت وطلبت عدم ذكر اسمها. ان شاء الله نتواصل معاهم، واهل الخير دايما موجودين والخير دايما في البلد دي، الخير هو اللي حافظ البلد دي دايما. خلينا نطلع فاصل واعود مره اخرى لاستكمال هذه الرحله مع القران في دوله التلاوه و القارئ الشيخ رأفت حسين. أهلا بكم من جديد في هذا الجزء الأخير من حوارنا مع القارئ الشيخ رأفت حسين. مولانا عايز أسألك بصراحة، يعني لما بنتكلم على نجوم دولة التلاوة القدام الأسماء الكبيرة بنلاقي فيه حالة كده إيه، التزام وانضباط وناس عاطية للقراءة حقها. الوقت في ليالي كتير جدا وقراء كتير جدا في خلل، درجة لإيه؟ يعني هل مش متعلمين كويس؟ مستعجلين؟ الشهرة بتأثر؟ أنت رصد الحكاية دي إزاي الأول؟ لا، هو فعلا في خلل في الاداء والطريقه اللي بيقرا بيها. يعني انا بنسمع ناس بتقرا قراءات في المناسبات وهم يعني على غير علم بها اصلا يعني بيقرا سماعي.
هو سمع الشيخ مثلا محمد رفعت بيقول كذا فيقال يقول زيه. اه بس بينشز بقى؟ لا، النشاز حاجه صوتيا والقراءات حاجه تانية خالص. يعني اللي هو درس تحت ايد شيخ يتعلم على ايديه الاصول، اصول يعني حتى الشاطبيه مثلا القراءات السبعه الاصول والفروش، لا عارف مثلا مذاهب القراء في الاستعاذه، لا عارف ما يعرفش مذاهبهم في الـ في اه بس انت الشاطبيه دي فيها ابواب ابيات ابيات يعني ايوه ابيات ابواب ابواب ولكل يعني باب الاصول مثلا حوالي 30 باب والفرش الحروف حوالي مثلا 38 باب. يعني ايه اكتر الحاجات اللي بتاخدها على القراء دول وتقدر تقول لهم من هذه الابواب ما يفيدهم يعني؟ لا، ان هو يدرس يدرس عشان يكون بيقرا على علم، مش بيقرا سماعي. يعني انا زي اقول مثلا كلمه فيها الفتح والتقليل والاماله، ازاي اقول التقليل؟ ازاي اقول الاماله؟ مش لا يتاتى له ذلك الا بالجلوس تحت يدي استاذ شيخ يعلمه. لما تقول لنا نماذج كده يا فندم عشان يبقى الساده المشاهدين برضو على علم بيها، يعني مثلا التقليل مثلا لا نموذج من الايه وكاننا بنقول الناس الاحكام يعني. يعني مثلا لو قررنا مثلا نقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى. هذا بالفتح. بالفتح سبح اسم ربك الأعلى. هذا بالتقليل. بالتقليل الورش. اها. أو لأبو عمرو لأن هو له التقليل في الأحد عشر سورة اللي هو ذكرها الإمام الشاطبي في متنه. ومما أمالاه أواخر آية ما ده تقليل. الإمالة إيه بقى؟ سبح اسم ربك لعلي. دي إمالة. دي إمالة. يبقى في فرق بين الفتح وبين التقليل، التقليل والإمالة. وبين الإمالة. كيف يعرف ذلك القارئ الذي يقرأ سماعي؟ هتلاقيه يخلط بين الإمالة وبين التقليل. لا يعرف معنى التقليل ومعنى الإمالة. لأنه مش دارس. تبقى حضرتك التقليل يميل إلى الفتح قليلا والإمالة تميل إلى الكسر قليلا. لا يتأتى له ذلك إلا أن يجلس تحت إيد شيخ يتعلم. يعرف انت بتقول كده، طب ما دليلك في المتن ايه؟ يعني انا بقول مثلا واحد بيقول لي وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. لقيته بيقوله هيت لك. هيت لك مش جايه خالص دي، او لا هئت لك. او هئت لك. يعني ما دليلك؟ يقف عاجزا. ليه؟ لان هو ما درس تحت ايد شيخ عشان يعلمه القراءة الصحيحة. الآية دي قراءتها ايه يا فندم؟ الآية لها أربعة قراءات. طيب. يعني. وراودته. طيب نسمعه. واحنا قلنا ده درس تعليم بقى اهو كمان، يعني دي فرصة إن احنا نسمعك ونتعلم. طيب. هو الأول الدليل من متن الشاطبية بيقول: وهيت بكسر أصل كفء وهمزه لسان وضم التاء وخلفه دلة. لما نيجي نجمع القراءات اللي موجوده في البيت دوت لكلمه هيت هنلاقي فيها اربع قراءات. تمام. اصل كفء الالف ترمز لنافع والكاف ترمز لابن عامر. ولكن هلاقي ان هشام هينفصل عن ابن عامر لان له قراءتان. يبقى نافع وابن ذكوان لهم قراءه هيت لك. هنسمع هنسمع الآية بس. ماشي. بالقراءات. ماشي. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال ما
هيت لك. طيب دي لقالون. تمام تانية بقى. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. قال ما هيت لك. هيت لك. يبقى بفتح الهاء. يبقى هيت لك. بفتح الهاء وضم التاء لابن كثير. تمام. بقيت قراءة هشام. تمام. بالهمز. ماشي. هيقول هئت لك او هئت لك. لك. طيب. والباقون كحفص. طيب سمعتنا هيت لك. سمعتنا. ما احنا قلنا بقى الحكم بتاعها بقى. ماشي. احنا قلنا الحكم بتاعها. فحضرتك شايف ان هم لازم يتعلموا. لازم يتعلم يقعد يشوف مذاهب القراء في 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 الاستعاذه ايه، مذاهبهم في البسمله ايه، مذاهبهم في ام القران ايه، مذاهبهم في الادغام، مذاهب ابو مذهب ابو عمرو في الادغام الكبير ايه، مذاهبهم في ادغام الكلمه. طب الفوضى دي يا مولانا يعني تنتهي ازاي؟ تنتهي بتدخل نقابه القراء. هي اللي المفروض تتدخل تدخل عاجل استدعاء هؤلاء القراء عشان ما يبقاش فيه الفوضى دي. امال ايه؟ طبعا هي الجهه الوحيده المنوط بها محاسبه القراء وليس اي جهه اخرى. مش اي واحد يدخل يعلق على على شيخ ويقول ده كذا وكذا. لا ما ينفعش الكلام ده. يطلع واحد ينظر على القراء ويقول لك ده غلط وده صح. ما ينفعش. ما ينفعش. حتى لو انت كنت بتقول صح على عيني وعلى راسي، بس يكون برضو ايه نقد بناء. طب اسالك بصراحه، النقابه عندها الادوات الكافيه اللي تقدر تعمل ده ولا محتاجه دعم؟ اكيد طبعا محتاجه دعم. دعم من حيث الضبطيه القضائيه. ضبطيه قضائيه. ضبطيه القضائيه. اللي يقرا غلط اللي يقرا غلط يحاسب. يعني انا احذره مره اولى، في المره الاولى، المره الثانيه، المره الثالثه، يبقى ضبطيه قضائيه على طول. لان ده قران مش غنى. صحيح. ده قران. طيب انت زي ما قلت لنا انت يعني يعني قرات في كل محافظات مصر تقريبا ما عدا بورسعيد والاقصر. نعم. بره بقى سافرت دول كتير. سافرت الحمد لله بفضل الله تعالى. كانت اول سفرياتي الى ايران بصحبه فضيله الشيخ عبد الفتاح الطاروطي. طبعا استاذنا. وكانت رحله شيقه بالنسبه لي جدا، واول سفريه كنت اسافرها يعني، وتعلمت الكثير حقيقه. فتحه يعني. خير. حقيقه يعني. اكتر بلد حبيتها وانت بتقرا فيها كانت ايه؟ والله هي ايران، لان ايران ايران يعني فيها اصوات جميله جدا من هناك. من هناك. وناس سميعه، حتى تلاقي تلاقيهم بينغموا وراك كده بالايه، بالمقام اللي انت بتقرا اللي انت هم مفتونين فيه. بالمدرسه المصريه كتير جدا. كتير، واغلبيه القراء العظماء اللي هم المصريين قروا هناك. قروا هناك. يعني الشيخ الشحات الله يرحمه، الشيخ محمد الليثي عليه رحمة الله، الشيخ شعبان الصياد، الشيخ محمود صديق المشاوي، الشيخ راغب مصطفى غلوش، الشيخ محمد باسيوني، كل دولت شيخ يعني كثير جدا ذهبوا هناك. يعني في إيران أكتر إيران أنت بتشعر هم بتلقيهم يعني للقرآن. أيوه، بس بحسن سماحهم للقرآن الكريم. للقرآن. لكن في بلاد أخرى طبعا يعني زي باكستان، أنا ذهبت باكستان كثير. ذهبت الهند بصحبة الشيخ حجاج الهنداوي. طبعا. ذهبت بنجلاديش، كان معي الشيخ عبد الناصر حرك والشيخ محمود الحلفاوي. ذهبت جنوب افريقيا، المغرب، سوريا، لبنان. يعني معظم وكنت موفدا من من وزارة الاوقاف لاحياء ليالي شهر رمضان في اوكرانيا. وفي جزر المالديف. طيب هسأل حضرتك على مساحة يمكن يعني بعض بيستغربها شوية، في علاقتك انت النفسية بالقرآن الكريم. بمعنى ايه؟ بعض الناس بيبصوا مثلا للقارئ ان هي وظيفة.
يعني بيروح بيستعد بتحول مع الوقت الى وظيفه، لكن انا عارف ان اللي بيقرا مخلصا هو عنده علاقه نفسيه مع القران، يعني القران يفرحه أكيد ويشجيه أكيد يسعده ويحزنه. علاقتك انت في وكما قيل ان يعني يعرف صاحب القران بليله حيث الناس نائمون. بليله بليله حيث الناس نائمون. يبقى الناس كلها نايمه وهو قاعد بيقرا، وهو قاعد عمال يقرا لوحده. وبنهاره حيث الناس يلعبون، برضه بالنهار كله في لهو وهو ماسك المصحف عمال يراجع. وبحزنه حيث الناس يفرحون. طيب. وبكائه وببكائه حيث الناس يضحكون. هو ده صاحب القرآن. طب لو انا جبت في المساحتين دول في ايات تسعدك وايات تحزنك او تثير شجونك وانت بتقراها، يعني بتشعر؟ لا طبعا الايات اللي هي ايات البشريات، البشريات كلها. لا دي ما هو دي يا باشمهندس هنسمعها، يعني ما يعني يسعدك هنسمعها وما يثير شجنك هنسمعها. يعني ايات البشريات كلها تسعد، تسعدني مش تسعدني بس، تسعد كل الجميع. وايات اللي هي الوعيد، والتهديد دي ترعب الجميع وتحزن الجميع. اكيد طبعا. طيب ان كله بيرتجف عند سماحها. طيب آية بشرى وآية وعيد وكما تختار انت. ماشي. بص انت عارف عليا، لو عليا ما نتكلم، ما اتكلمش طول الحلقه واقعد اسمعك، لان لا انت ما شاء الله، الله يكرمك. يعني ربنا ناعم عليك يعني بنعمة عظيمه جدا. بارك الله فيك. ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. آخر الكهف. آخر الكهف. آخر الكهف. تمام. أنا كنت عايز أسألك على حاجة، آخر الكهف دي كانوا يقولوا لنا واحنا صغيرين إنه فيها عليها لها حارس. فلو أنت عايز تصحى منبه قرآني، كانوا يقولوا لنا منبه قرآني يعني تقرأ آخر الكهف وتقول تصحى في نفس الميعاد اللي أنت وتقول يا حارس هذه الآية أيقظني الساعة كذا. فتصحى. فأنا جربتها مرة وحصلت. دي معلومة دي ما أول مرة أعرفها. قالوها لنا في كان الله يرحمه الشيخ عبد الجواد. هو بيحفظنا، قال لك دي اسمها المنبه القرآني، تقراها قبل ما تنام وتقول يا حارس هذه الآية أيقظني الساعة كذا، فتصحى. نعم. طيب دي آية البشرى، آية الوعيد بقى. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد.
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. طبعا انت ما وصلتش بقى يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقولها بعيد بعيد اه بعيد اه بعيد. طيب انا اخر حاجة الولاد بقى في حد من واخد الطريق؟ لا والله اه لا يعني هم في تعليمهم بعيد آه تعليم عن العادي اه عن الـ اه, آه الـ احمد ليسانس اداب لغة عربية واسراء معهد العلوم الإدارية وحاسب آلي وآلاء أولى كلية حقوق جامعة اسكندرية وآية الصف الثاني الثانوي. ربنا يبارك إن شاء الله. ربنا يبارك فيك سيدي الله يكرمك. هسأل حضرتك سؤال أخير. ما الذي أخذته من القرآن وما الذي تتمناه للقرآن على بصوتك؟ الحمد لله أخذت من القرآن كل خير. الحمد لله يعني سافرت بلاد لم أكن أحلم بها أن أسافر إليها. الحمد لله رب العالمين. وأتمنى أن يمتعني الله بالصحة والعافية حتى أستكمل مسيرتي في في الإذاعة المصرية إن شاء الله. أنت بتقول سافرت بلاد ما كنتش يعني يعني مثلا ايه اما تقول لي ايران هبقى مستوعب مثلا باكستان مستوعب انما انت سافرت اوكرانيا كمان اوكرانيا كنت موفد من وزاره الاوقاف لاحياء ليالي رمضان يعني ختمنا المصحف في القبله في اثناء التراويح والتهجد وتتمنى احنا نتمنى كمان انه تظل مونسنا بصوت حضرتك بارك الله فيك بوجودك بارك الله فيك وبنسعد بيه كل نجوم وحراس دوله التلاوه في مصر بارك الله جدا شكرا دكتور مولانا شكرا للساده المعدين وشكرا للساده المشاهدين ولك اشكرك شكر متجدد لحضرتك دايما القارئ الشيخ رأفت حسين بارك الله فيك وبشكر حضراتكم احنا يعني بوعدكم مش هنتأخر في حلقاتنا تاني في دولة التلاوة ان شاء الله بشكركم على متابعتكم لنا النهاردة ان شاء الله التقيكم بداية الاسبوع المقبل وتصبحون على وقت